بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد، فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله عشرين صفة. فالله موجود قديم باقي، مخلف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وواحد وحي، قدير مريد عالم بكل شيء، سميع البصير والمتكلم، له صفات سبعة تنتظم، فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر. وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كاف عليه، أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخفيف المرض، عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة، والمستحيل ضد كل واجب. فاحفظ لخمسين بحكم واجب، تفصيل خمسة وعشرين لازم، كل مكلف فحقق واغتنم. هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم، كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا، يعقوب يوسف وأيوب احتدى، شعيب هارون وموسى واليسع، ذو الكفل داود سليمان سبع، إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغايا، عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. والملك الذي بلا أب وأم، لا أكل لا شرب ولا نوم لهم، تفصيل عشرين منهم جبريل، ميكال إسرافيل عزرائيل، منكر نكير ورقيب وكذا، عتيد مليك ورضوان احتذى. أربعة من كتب تفصيلها، توراة موسى بالهدى تنزيلها، زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا، والصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، إيمان نبي يوم آخر وجاب، وكل ما كان به من العجاب، خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب. نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل، أبوه عبد الله عبد المطلب، هاشم عبد مناف ينتسي،
وأمه أمينة الزهرية أرضعة حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فأخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان رب للجميع يذكرون فاطمة الزهراء بعلها عني وابنهما سبطان فضلهم جني فزينب وبعدها رقية وأم الكسوم من زكاة رضية عند سن إصلاة وفات المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقدفة عائشة وحفصة وسعود صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات حتيذة وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى بعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحسار وفطراب عليه 5 بعد 50 فراط وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفأهنه وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نديم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآن وصحبي وكل مرشدي وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميزون بعد الجمل تاريخها لي حي بر جمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام.